أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثلاث عناوين. العنوان الأول خطاب منبر الجمعة هذا. العنوان الثاني تهم ملفقة متعلقة بالاستدعاء الذي تم في الأسبوع الماضي. والعنوان الثالث استمرار الثورة. في العنوان الأول تقام في شريعة المسلمين في تعاليمهم الصلاة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة ونمتحن أبناءنا كم صلاة الصبح كم ركعة، كم صلاة الظهر كم ركعة، وصلاة العصر كم ركعة، وصلاة المغرب كم ركعة، وصلاة العشاء كم ركعة. وإذا بعد شفناهم شوية متقدمين بعدين سألناهم عن النوافل. ففي أطفالي في أذهان أطفال المسلمين كافة إن صلاة الظهر 4 ركعات إلا يوم الجمعة. عندما تقام الجمعة تصبح وتكون 2 ركعات. وين 2 الباقي؟ قالوا تدخل الخطبة. فلسفة تدخل الخطبة وكأنها جزء من الصلاة ولها اشتراطات حتى تكون خطبة جمعة، يعني تعاليم الدين. اشتراط الأول أن يؤمر فيها بالمعروف، يؤمر فيها بالتقوى، يشرح فيها أمور الدين، تعاليم الله سبحانه وتعالى، الأمر بالتقوى. والأمر الثاني ما هو الواجب على من يتولى خطابة يوم الجمعة، إمامة يوم الجمعة؟ أن يتعرض لشؤون المسلمين. ماذا يقول في شؤون المسلمين؟ يقول للباطل باطل وينهى عنه، للفساد فساد وينهى عنه، للانحراف انحراف وينهى عنه، ويقول للمعروف معروف ويأمر به. ولتكن منكم أمة يأمرون. فكان هذا المضمون من الخطاب جزء من 2 ركعات. وعلى هذا المنهج استمر هذا المنبر في استعراض هذين البعدين. قبل 10 سنوات تقريبا كلفني سماحة العلامة الشيخ الجمري رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه بعد رضا منكم بتولي إمامة الصلاة في يوم الجمعة في هذا الجامع المبارك. وقد تشرفت وحضرت تحت منبر سماحة الشيخ الجمري منذ بداية 90s وقبلها، فوجدته آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ناصرا للمظلوم، يقول كلمة الحق ضد الظالم وفي وجه الظالم. ووجدت أن السيرة على سيرته واجب، فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى سنة اتباع لله أولا ولرسول الله وللأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأقوم بعد رضاكم بأداء واجب الدين والوطن والإنسان في مناصرة المظلوم
والوقوف ضد الظالم والفساد والانحراف. يأخذ هذا المنبر تعاليمه من الله، من كتابه، ومن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما أمر به أئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم. لا يحيد هذا المنبر عن ذلك، ولا يأخذ تعاليمه من غير هؤلاء: الله، رسول الله، الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثانية: تهم ملفقة. لقد سمعتم أيها الأحبة خطاب الجمعة الماضي، أغلبكم سمع خطاب الجمعة الماضي، وسمع على مدى 10 سنوات بعضكم، وسمع على مدى 10 سنوات الخطاب الذي يصدر من هذا المنبر. وقد وجهت 3 تهم وواحدة مرفقة. سيدي، تهمة مرفقة أستعرضها بعد هذا المعنى، بعد هذا المعنى، حتى لا يكون في استغراب أو كتوضيح. لقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله، بالساحر، وبأنه يفرق قريش، واتهمت الأنبياء بالكذب، وعمل الطواغيت على النيل من أعراضهم، اتهموا موسى، واتهموهم في أمورهم المالية، وغيرها من التهم التي تناقض المنطق والعقل والواقع. وهذا لأن هم الأنبياء، هم الأنبياء. ألم يعمل إعلام السلطة على إبراز الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه شق عصا المسلمين؟ مو هذه المحاولة الأموية؟ وهو الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، المحفوف بخطاب رسول الله وبتوصيات رسول الله وبنتائج الحكم على حركته من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المقدمة حتى لا نستغرب، أو حتى نعرف كيف مضى التاريخ وكيف يمضي الحاضر. التهمة الأولى التي وجهت للخطاب الجمعة الماضية: الحظ على كراهية النظام. هذا الخطاب أخذ على نفسه وفقا إلى مصادره الكتاب السنة سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، على أن وانطلاقا من واجبه الديني والوطني والإنساني، على أن يسلط الضوء على الفساد المالي والإداري وينكره، وعلى الخلل السياسي في الاستئثار بالسلطة وينكره، وعلى غيرها من الظلمات وينكرها. وأخذ على نفسه المطالبة بالحقوق الإنسانية البديهية العادلة لهذا الشعب من كونه مصدر للسلطات، ويدافع عنها ويبرزها. هذا ما التزم به هذا الخطاب على طول التاريخ. وهذا كان خطاب سماحة الشيخ الجمري حفظه رحمه الله وقدس الله نفسه. فإذا وجد شخص أو نظام نفسه مكروها فليبحث عن أفعاله وممارساته. فما يجعلك محبوبا أو مكروها ليس خطاب، وليس مقال، وليس تويت. ما يحدد محبتك وكراهيتك فردا أو جماعة أو نظاما هو ما تمارسه من أفعال، وما تقوم به من برامج،
وما يتلمسه الناس بأيديهم ويشاهدونه بأعينهم من فعلك. هذا ما يحدد محبتك وكراهيتك. ولا يمكن فرض المحبة والكراهية على قلوب الناس. افعل الخير تجلب معه المحبة، تنتمي إلى الظلم ستجد الكره لما تفعل. ليعرض الشخص والنظام والمعارضة وكل جهة أفعالها وممارساتها على ضوء تعاليم الله وعلى القيم والمثل الإنسانية المستقرة التي وثقتها ونظمتها المواثيق والمعايير الدولية، سيجد كل إنسان نفسه في المكان الذي يستحق. ولقد سبق هذا المنبر في تقييم الأوضاع في البحرين تقرير السيد بسيوني، ما سبق ولكن أكد وتجاوز في الوصف، وتجاوز في الوصف حتى كتب 600 صفحة. على من 600 صفحة؟ 100 صفحة مو على المعارضة، 600 صفحة على النظام. على من الانتهاكات التي تجاوزت 50 نوع من الانتهاك؟ مو على المعارضة، على النظام. وعلى من صدرت 176 توصية من جنيف تتعلق بانتهاكات؟ على النظام. ماذا قبل النظام؟ توصيات بسيوني، وتعهد بأنه ينفذ توصيات، ومن ضمن التوصيات التوقف عن الانتهاكات. مو بس تروح تقول اي انا الان بحاسب اللي عذبوا وهو ما تم محاسبتهم، لازم اول قبل لا تعاسب اللي عذبوا وما تعذب بعد من جديد. وقد ذهب المجتمع الدولي عبر تقرير بسيوني الذي صدر بإرادة رسمية وتمت الموافقة عليه وعلى تطبيقه، وعبر توصيات جنيف التي قبلت بها المملكة وغيرها من تقارير المنظمات الدولية ومعاهد البحث التي وصفت الأوضاع. عندما جاءت إلى موضوع الديمقراطية قالت البحرين غير ديمقراطية، عندما جاءت إلى البحرين حرة أو غير حرة قالت البحرين غير حرة. هذه تقييم المجتمع الدولي ينادي فيه ويجاهر فيه ليل نهار. التهمة الملفقة الثانية إشاعة أخبار كاذبة. لقد قال هذا المنبر لقد هدمتم المساجد وأنكرتم ذلك، وقال هذا المنبر عذبتم المواطنين وأنكرتم ذلك، وقال هذا المنبر استخدمتم القوة المفرطة وأنكرتم ذلك، وقلنا اعتقلتم الناس تعسفا وأنكرتم ذلك، وقلنا مارس الإعلام دورا تحريضيا وبثا للكراهية وأنكرتم ذلك، ثم جئتم ببسيوني فقال لكم لقد هدمتم المساجد ولقد عذبتم في السجون حتى قتلتم 5 تحت التعذيب. ووثق وسمع إلى أكثر من 3000 أو 300، حين التردد من عندي خلني أقول 300 شهادة تعذيب، وسجل في كتابه 60 شهادة تعذيب وثقها وسجلها وحطها ملحق في تقرير بسيوني. وقال لكم استخدمتم القوة المفرطة غير اللازمة وغير الضرورية وغير المتناسبة مع الاحتجاجات، وأدت هذه القوة إلى قتل فلان وفلان 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 وفلان، وطالبكم بالتحقيق في هذه الشهادات. وسجل
عدد كبير من المعتقلين السياسيين والمعتقلين تعسفا وطالب بالإفراج عنهم. وتحدثنا عن المحاكمات وتحدثتم عن العدالة، وقال بوجوب إعادة المحاكمات وإبعادها عن المحاكم العسكرية ووجوب توفير المحاكم العادلة، وأوصى بمحاكم خاصة. وأوصاكم بالإعلام وبتعديل المنهج الإعلامي، وثبت عليكم ما قلنا. يبدو أن بسيوني يحتاج إلى استجواب ومحاكمة 10 مرات أو 20 مرة أو 100 مرة أكثر من علي سلمان، لأنه قال أكثر مما قلنا. التهمة الثالثة: الحظ على بغض طائفة من الناس. وهذه من غرائب التهم، وهذه من غرائب التهم. وكأنك تتهم خد الولد مال عالي بأنه هو من صفع يد الشرطي، وتتهم الظهور التي اكتوت بالكرباج واكتوت وجلدت بأدوات القمع هي المعتدية على أداة القمع، وهي المعتدية على الشرطي الذي يمسك بأدوات القمع. كأنك تتهم جسد الشهيد فخراوي بأنه هو الذي اعتدى على من قتله، لأن هذا الخطاب، هذا المنبر على مدى أكثر من 20 سنة لم يفارق ولو بذرة واحدة الاحترام للإنسان، ما في قبل الديانات، الإنسان. هذا المنبر لا يجد من نفسه الحق في أن ينال من الإنسان مسلما أو غير مسلم. واحترم المذاهب والأديان غاية الاحترام بلا تمييز ولا تفريق بينها، هذه معتقدات. فهو خطاب أكد على المحبة بين كل بني البشر وبين كل بني الأديان وبين كل بني الطوائف. ما في يعني ما في أصلا وارد. إذا ليش تقول عجل المساجد الشيعة هدمت، مسجد البربغي هدم، بعد هدم مسجد البربغي، هدم مسجد البربغي، وهذا احنا صار لنا 20 سنة، أكثر من 20 سنة الحين، من 84 حتى الآن نطالب بماتم في مدينة حمد ما محصلين، بالرغم من صدور أوامر ملكية وأوامر أميرية قبلها إن ينعطون ماتم. الشيعة لازم ماتم، ماتم ويا المسجد الشيعة واحد، وين هو الماتم؟ ليش ما بنى الماتم لحد الآن؟ ليش من تمر من دوار حمد، من الدوار الأول إلى الدوار الثاني، تشوف عشرات المساجد، تسأل فيهم مسجد شيعي؟ ليش ما في مسجد شيعي على الشارع الرئيسي لمدينة حمد من الدوار الأول لدوار 22؟ هاي اللي قلنا، ايش دخل هذا؟ مساجد السنة موجودة في داخل قراننا ومحترمة، ولو اعتدى عليها أحد لوقفنا أمامه بأنفسنا بأجسادنا ولضحينا من أجل حمايتها بدمائنا. بيوت الله لا ننكر عليها، هاي المسجد مو تحتي، مو أنا هني أمرنكم هاي السماعة تبندونها لأن تحتي مسجد أحترمه، مو سماعة توصل لهني وإحنا نقبل ذلك من التسامح والمحبة والألفة وخلق نثبتها في التعاطي في هذا البلد. مو أقول لكم لا تشغلون السماعة، اللهم صل على محمد وآل محمد.
التهمة الرابعة محطوطة هيك يعني ما كانت مستقلة، ولكن تسبب هذا الخطاب في القيام البعض بأعمال عنف، وهي أكثر استغراب من التي سبقتها. وين مصدر الاستغراب فيها؟ إن خطاب يوم الجمعة الماضية فيه إدانة إلى العنف، فيه إدانة للعنف، كان منطلقها الحدث اللي صار في لبنان في اغتيال شطح، وفي تأكيد في أربع مواضع منه على الإطار السلمي. سبحان الله، حين الخطاب اللي يدين العنف والخطاب اللي يأكد على السلمية في أربع، بس في خطاب واحد، بس في خطاب واحد صار كنا علج، بس في خطاب واحد كيف تركب عليه إن هذا سبب أعمال ليلة السبت، الحدث اللي يصير كل ليلة سبت، وأن هذا سبب أعمال ارتبط وين؟ لولا هذا الخطاب وغيره من الخطابات الأكبر شأنا منه، لولا هذا الخطاب وغيره من الخطابات المؤكد على السلمية وإذانة العنف لذهبت البلد منذ زمن في اتجاه غير هذا الاتجاه السلمي الذي يسودها. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من التأكيد على السلمية ونبذ العنف وهو أمر ثابت في كل الخطابات، إلا أن التكرار يعلم الشطار. سوف أعيد موقفنا المبدئي الثابت من هذا الموضوع. نحن في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ندين العنف بشكل واضح وصريح من أي طرف كان، رسميا أو شعبيا، وندين كل حادثة عنف أو تفجير بغض النظر عن من يقوم بها. ولكن في إثبات إن هذا الحادث العنيف أو هذا التفجير من قام به، هذا يحتاج إلى تحقيق من جهة مستقلة غير متهمة لم يسبق لها الكذب في عشرات المواضع، حتى يكون لهذا التحقيق وهذا الاتهام لهذا الطرف أو ذاك درجة من المصداقية. من الناحية المبدئية أي انفجار أي تفجير أي عنف ومدان، نقطة، من يقوم به؟ نحن نحتاج إلى جهة محايدة، جهة لم يثبت تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والدنيا كلها مخالفتها إلى الحقيقة في أكثر من مكان. نحن في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة نتبنى وندعو للعمل السلمي كإطار وحيد لانتزاع حقوقنا المشروعة في كوننا كشعب مصدر للسلطات جميعا، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والأمنية. وقد أكدنا ونؤكد ونعيد التأكيد لعله ينفع الشطار على وجوب الحفاظ على الأرواح جميعا وعلى الممتلكات العامة والخاصة. وأنا أعرف أن كل هذا الخطاب لا يمكن أن يكون رادعا إلى كذبة أخرى واتهام آخر ملفق تجاه هذا الشعب وتجاه ثورته السلمية المستمرة. النقطة الثالثة استمرار الثورة. يفتقد هذا الوطن إلى أبسط الحقوق الإنسانية ومنها المساواة. الثورة الفرنسية المساواة، الأخاء، الحرية. بعد الثورة الفرنسية، بعد الثورة الفرنسية الآن لأن تاريخ الثورة الفرنسية بعد تقول ترى جريمة،
بعد الثورة الفرنسية إلى الآن كل هذا الزمن لا زال هنا المبادئ الأساسية نفتقدها في هذا الوطن، المساواة. البلد يقسم قبائل، طوائف، أعراق، هوى سياسي، ويتحول هذا التقييم إلى وظائف ممنوعة، وظائف محكورة لقبيلة، وظائف محكورة لطائفة، وظائف ممنوعة على طائفة، وظائف ممنوعة على هوى سياسي، وتتحول إلى عطايا وتوزيع للثروة الوطنية بغير حق وبغير استحقاق. المساواة، مساواة بين بني البشر، بين الناس، بين المواطنين، عنوان مواطنة. كل البلدان الحديثة تتأسس، ما في بلد حديث اليوم إلا يتأسس على أساس المواطنة المتساوية، وإحنا تذبح المواطنة المتساوية وتنحر يوميا. ويفتقد هذا الوطن إلى الحرية وإلى الكرامة الإنسانية. فأي حرية وأمثال نبيل رجب خلف المعتقلات، لأنه يدافع عمن انتهكت حقوقهم. وأي حرية لأن شخص قال كلمة وهو كمواطن من حقه أن يقول هذه الكلمة، يعتقل فيحكم مؤبد، أمثال أستاذ عبد الوهاب، أستاذ حسن، إبراهيم شريف، عبد الهادي الإخواجة، دكتور علي العكري. أي حرية لأنك تعالج الجرحى تذهب إلى المعتقل، ولأنك تدعو إلى إضراب، سواء كان إضراب معلمين أو إضراب عام، الذي قال بسيوني بأنه مشروع، يذهب أبو ديب إلى المعتقل ويعذب ويلقى من شاهق. أين الكرامة؟ أين الحرية التي يفرضها ميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يفرضها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وسائر المواثيق الدولية، ولا يستطيع إلا أن يفرضها دستور البحرين وميثاق البحرين؟ أين هي هذه الحرية؟ أين الحرية إذا كان الكلمة التي تقول علينا أن نتمسك بالسلمية تتهم بالدعوة إلى العنف، وتذهب إلى المحاكم وتعتقل؟ وين الحرية؟ نفتقد كوننا كشعب البحرين مصدر للسلطات. هذا موجود في دستورنا، موجود في ميثاقنا في الباندة الأولى في الدستور، لكن وين نحن مصدر السلطات على أمر الواقع؟ وين نحن من التشريع؟ احنا نشرع، احنا ذهبنا فزنا ب 64% من أصوات الفائزين، وشكلنا 18 نائب، عندنا أغلبية الأصوات، نقدر نغير مادة واحدة؟ ما قدرنا نغير اللائحة الداخلية. وين التشريع؟ مصدر السلطات، مو المفروض أن احنا نفرز السلطة التنفيذية؟ شنو مصدر السلطات؟ شو معنى مصدر السلطات إذا ما نفرز السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بطريقة غير مباشرة؟ هذا معنى مصدرية السلطات. شعب مصدر السلطات معنى أنه يفرز السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. نفتقد إلى الديمقراطية التي تجعل من هذا الشعب مصدر حقيقيا للسلطات، وتمكنه عبر الطريق الديمقراطي. ما في معنى للديمقراطية غير هذا. الديمقراطية حكم الشعب للشعب، ما في معنى ثاني. ما يصير ديمقراطية ويتعين فيها رئيس وزراء، ما تصير في الدنيا كلها. لا يمكن تطلق ديمقراطية وانت تعين السلطات، سبحان الله، ما تصير. الديمقراطية هي أن يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع، ينتخبون مجلس تشريعي، هذا المجلس التشريعي يفرض سلطة تنفيذية، يعطيها الموافقة، يتم تعيينها من خلالها، غير هالنموذج كل الدنيا. أي نموذج اختاروا؟ النموذج البريطاني، إلا يفوز في الانتخابات يشكل الحكومة، ما يفوز بالأغلبية إلا يفوز،
اجوا المحافظين ما فازوا باكثر من 51% من مقاعد المجلس. شكلوا تحالف مع الاحرار، شكلوا الحكومه في بريطانيا. ميركل ما فازت بالاغلبيه، ما حصلت 51، تشكل اغلبيه وتحالف وتشكل في الدنيا كلها. هذه المؤسسات التي تعتمد على الافراز من خلال المجالس البرلمانيه. الطريقة الثانية يذهبون إلى انتخاب رئيس وزراء أو رئيس جمهورية مباشرة من صناديق الاقتراع. هذه هي الديمقراطية، ما في ديمقراطية ثانية. ما يمكن تسمي شيء ديمقراطية ما في هذه الأمور. ألف باء، سبحان الله، ألف باء. ما بعد ما تحتاج جدل ولا تحتاج نقاش ولا تحتاج. نفتقد إلى العدالة في توزيع الثروة. رجعوا إلى تقرير ماكنزي، رجعوا إلى ملكية الأراضي، رجعوا إلى ملكية الثروة، رجعوا إلى ملكية الشركات. سنجد 10% من أبناء هذا الوطن يمتلكون أكثر من 60-70% من ثروة الوطن. أنا وإنتون وين ننتظر بيت الإسكان 20 سنة وتصير عندنا أزمة. أزمة يقولون عيك شلان خطرت على بالي. يقول واحد راح إلى البرادة اللي تحته قال لي انتظرني شوي لأن علاوة الإسكان 100 دينار ما أعطونا إياها، انتظر دينك. عايش على 100 دينار، عايش على 100 دينار حتى يشتري إلى أطفاله من البرادة اللي تحت الشسمة. إحنا الشعب، إحنا الشعب، حسبنا شوف كم من عندنا، كم ألف من عندنا عاطل عن العمل، ما عنده قوت، ما عنده رزق، ويجون الأجانب من برا حتى يعملون في وطننا في الأمور العسكرية وغير العسكرية. شوف آلاف من أبنائنا المدرسين عاطلين، وعقود العمل تنشر في الأردن وبرا الأردن في كل مكان. وبعدين شوف وزارة العمل وشوف مرتبات أولادنا اللي في بعض دول الخليج مساعدات اجتماعية ما يروحون يأخذونها، يعتبرونها عيب. بس هاي مساعدات 2000 ريال 2000 دينار 2000، ما هي معاشاتنا. سيبهم، ما كانت الإحصائيات تطلع 54,000 و60,000 وهالقد مرتباتهم أقل من 200 دينار 250 دينار 300 دينار، شنو تسوي هاي؟ إلا ما عايش، إلا ما يدري، إلا ما قاعد يدبر حاله ب 300 دينار، إلا يروح إذا راح برادة أو راح سفرة صرف لي 3,000 و4,000 و10,000 و20,000، ما يدري. لقد ثار هذا الشعب، لقد ثار هذا الشعب مستعينا بالله عز وجل في 14 فبراير من أجل تحقيق المطالب العادلة البديهية الإنسانية العادلة الضرورية، ونحن مستمرون في هذه الثورة موكلين الأمر لله سبحانه وتعالى حتى يحكم بيننا وبين قومنا بالحق، وإن غدا لناظره لقريب أفوض أمري لله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.